تونس لن تتردد في التخلي عن لقاح جونسون إن جونسون في صورة ثبوت تسبب في تجلطات دموية، ذي حسب تصريح دكتور ياد دخفوس. هذا حال أسترازينيكا اليوم في العالم، ولكن اليوم باش يتم استعماله في تونس. شوف احنا ولهنا نذكر بالحق نذكر ان تونس اختار، وذي اختياره هو انه ما يدخل حتى فاكسان كما يكون كمل الاتيتيود نتاعو الكل وخذا اقل شيء رخصه تسويق في دوله من الدول المعروفه. الاختيار هو ذكر انت في الاول العباد يقولوا علاش احنا ما عملناش كما المغرب، علاش ما عملناش كذا، احنا نحترم اشقائنا المغاربه لكن كانوا شاركوا في التجارب السريريه. احنا خذينا قرار انه كان يكون فاتوا كل التلقيح اللي جاوا كملوا التجارب السريريه نتاعهم، عندهم ليتيتيود خذوا ديزاينات. لكن احنا نتبعوا، شنو معناتها نتبعوا؟ العالم اجمع وقت فما مشكله يصير حاجه اسمها سسبنسيون، نوقفوا الاستعمال نتاعو حتى نشوفوا واش باش يصير. وبعد ثم لو روتري معناتها نسحبوه من التسويق. حاليا استرازينيكا الاجونس اوروبيان دي ميديكامون خرجت تقرير انها تقول راهو المنافع نتاعو اكثر من المخاطر نتاعو، وما 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 ما جبدتوش من معناتها لا وقفة استعماله لا جزء الاستعمال نتاعو. والبارح نعطي مثال، البارح انجيلا ميركل تلقحت استرازينيكا. الدولة الوحيدة اللي عملت سحبة الترخيص هذه هي الدنمارك. قدامس الاف تي اي نتاع امريكا خبرت انه راهو بالنسبة لاسترازينيكا ما فماش مشكلة. تو نعمل جونسون اند جونسون، احنا جونسون اند جونسون اختار رخصة الاسبوع الفارق على حسب المعطيات العلمية. تعرف احنا عندنا إدارة صيدلة والدواء هي تنظم العملية هذه، وعندنا لجنة فنية يترأسها بروفيسور بلكحل وفيها خبراء من أحسن ما عندنا. بعد جونسون اند جونسون أمريكا، حتى أول بلاد قاعد تستعمل فيه هي أمريكا. صحيح. أمريكا عملت وقف على الاستعمال باش تشوف المخاطر نتاعو. احنا حاليا ما عندناش جونسون اند جونسون.